أخيرا مع القهوة السعودية في باكستان من خلال الشاب عبد الملك عبد الله، شاب باكستاني من مواليد عنيزة، رحل عن السعودية وأسس مقهى كاف، أو زي ما يحب يسميه مقهى القصمان. القصة في هذا التقرير اللي اخترناه من موقع التواصل الحكومي. نفتخر بالشيء ذا، احنا لو يسمونه قهوة قصمان أعز من قهوة كاف. جينا هنا طبعا، احنا هنا للدراسة، فجت سنة كورونا، سنة اللوك داون، انحبسنا هنا سنة كاملة. فمنها جت فكرة انه ليه ما نبدأ مشروع، ليه ما نزين شيء تشغل روحك بدل القاعد والفضاوة، لانه لا في جامعات مفتوحة ولا في دراسة ولا في شيء زينا. استخرنا واستشارنا، فالقهوة المختصة كانت هي الخيار اللي ربي سهل لنا ويسر لنا. عبد الملك عبد الله محمد، دكتوراه في هندسة الأجهزة الطبية، من مواليد عنيزة ومن أهل عنيزة. تقريبا يعني ما كان شيء يربطنا هنا بالجواز، أن أهلنا وديرتنا اللي سألنا احنا نقول احنا في عنيزة، عقبة ما نتعدى احنا. أول قهوة مختصة أو كافي عربي في اسلام اباد يفتح، صار أكثر شيء ينباع عندنا القهوة السعودية. احنا ركزنا أن نجيبنا معنا التمر السكري، فالسكري كان هو الشيء اللي يجذب، اللي حتى اللي ما يبي يجرب هالشيء يجرب غصب. يقول لك راح ترى ذا جاء عندهم سكري. الإقبال كان جدا، يعني لا من دبلوماسيين، من عرب، من خليجيين، هنا يعني حتى أهل باكستان وإسلام آباد تقبلوا الفكرة، يعني الحمد لله بشكل ما كنا متخيلين. It is actually really nice. Actually, very nice with the kajur bits. They try it with the sauce. It's very light actually. فاحنا اعتمدنا على الأسرة المنتجة، ومنها يعني اللهم ارزقني وارزقني اني نفتح عليهم باب رزق وبزنس لهم، وحنا مستفيدين يعني في الاخير. فعلا مبدعين شبابنا وفي كل المجالات، مو بس كذا، ايضا في كل انحاء العالم.